يقول الرفيق اللي يصب القصايد صب لول ولا يعينك لا التهليل ولا سبحنا، رحلتي من وقت الاقلاع الى وقت النزول كلها صح الله لساني يصحن دنا وسط لندن نتبع الناس ونصول ونجول في الشوارع والحدايق وكل الامكنه، كل ما قالت لي النادله تشرب كحول قلت كحل عيون كالسود مغنيني عنهم عزول عن الجماعه ولا نيب عزول عن عيون اللي ما ياخذ نوم ولا سنع ما ضربنا ساعات الاراضي عرض طول غير نبغى نطرد الحلم حتى نمكن هاه يا مكبر طموحي ويا صعب الوصول لدي في تحقيق الأحلام غير الممكنة إن عسفت أدور النافرات من الخيول وانكتبت أتعب على البيت كني بسكن الليل مشقة في القصايد ومشقة في الفعول ودي كل إنسان يفعل من الشيء أحسنه في حديث قالت عائشة عن الرسول بعضهم ضعف والبعض الآخر حسنه أنها قالت عليه السلام أنه يقول الله يحب إن عملنا عمل أن نتقنه يا ذوات الأعين اللي لها فعل مهول انا قلبي كل ما مرها الضب افتنه ودي اعلق على الصدر ممنوع الدخول لان قلبي من دخل فيه ما يطلع منه ودي اسمع كل الاعداء عني وش تقول وانتظرهم لين يقضون واقول لعنه ابتلسنا بالكلام الكثير وبالخبول الله من قصر الايادي طول الاجل. ايوه 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 ايوه.